ولكن كرجل سياسي أعتبر أننا الآن في سباق ضد الزمن، فعلينا أن نسبق الزمن، وعلينا أن نقاوم العنف بالنجاح، وأن نقاوم العنف بالخير. كما تعلمون حينما جاء الحسن الداخل أول ملك، أول علوي داخل المغرب قبل أن يكون ملكا في المغرب، اختاره المغاربة لأنه سألوه قالوا له إذا عملك الإنسان بالخير قال أعامله بالخير، وإذا عملك بالشر قال أعامله بالخير، قالوا إن عملك مرة ثانية بالشر قال أعامله بالخير حتى يغلب خيري شره.